الو هسه خلصنا الفلافل هي بالبوكس وهنا انا خلينا شويه هنا على صفح فراح نسوي هسه العمبه عمبه الفلافل الشغله كل سهله مو روح على القاضي فتلا عندكم حلبه اللي هي يسموها فنغريك او سمثينج هاي الفنغريك هياته ثلاثه خواشيك واحدة اثنين ثلاثة هذا زايد زين يلا ملح خلي فد ثلاثة بس هي اثنين ونص اثنين حتى لا تصير كلش مالحة واحدة اثنين ثلاثة تورمريك اللي هو الكركم الكركم على مود الغازات والاشياء بس هي يعني تصير نايس الصلصه اذا تخلون كركم زايد راح تصير كلش صفره بس انا ما اريد كلش صفره راح اخلي فد خاشوبتين خاشوبتين زنف زايده ما اريد كلش كركميه تصير واحده حتى واحده ونص همينة اوكي راح اخلي فد اقل شويه فد بعد اول ثلاث اربع قول اثنين زين عندك لمندوزي لمندوزي هذا كلش حامض يصير فخلي هي وحده خلي فد انا اخلي فد ثلاث اربع تقريبا هاي زايده هلقد هم خاشوبه تعتبر زين نقدر شويه نضيف فد يلا سوي خاشوبه كملها كمل دينك اي انا احب شويه جارليك سولت همين اخلي وياها تطلع الحده مالتها تطلع كلش طيبه فخلي فد نص خاشوقه هسه تمام هاي تقريبا زينه شوي على مود الحده هي تعطي نكهه كلش طيبه بابريكا اني هم اخلي شوية بابريكا طيبة بالاكل كلش طيبة فخلي فد شوية بعد يعني فد ثلاثة اربع خاشوقة مثلا وهسه المواد كلها نزلت تخبطها زين راح تشوف الصلصة باللونها من هسه لونها بدا يطلع طبعا يستعملوها للطماطة للخيار للسمك كانوا قبل ايام زمان بس احنا المعروف عنها الفلافل زين يابا وهاي وصفة سريعة منت يعني ما تطول إذا تريد تخلي مي هواية راح تصير شو اسمه خضارة أو يعني هي كوبين مي تصير زينة كوبين إذا تحسب الرغبة اللي تريدها أنا هسه حنخلي فد كوب مي دافي يعني مي تقريبا مي حار مال بوري هو خلينا نجيب مي مال بوري حار هذا زين الكوب واللي يريد اضافي يعني سويها كلش سخينه او خفيفه اقصد خلي له شويه بعد يزيد المي مو فد شي يعني مو فد فيلم هسه الخبطه الاسهل شو تسوي انه اذا حضير المي كله هنا راح تلاص راح تطلع شو اسمه راح هذه تتكتل فانت بالعكس خلي هاي ديرها بالمي زين يابا شو تسوي نجيب هذا لان احتمال نخلي بعد مي بعدين فرغ المي بي خوش هذا تحت نعرف كوب زين يعني نجيب هسه هذا شوي نخلطه خلي هسه هيجي هذا واحد حتى ما تتكتل باقي الخاشوقة هنا نجيب غير خاشوقة هنا زين تشوف هسه بلشت
تقدر تخلي هسه يعني شنو المي شوية يمكن أبرد من الاعتيادي. اي خلي بيرخان شوكة بس عظيمة صارت. شوية مالحة شوية مالحة ممكن أخلي فت خاشوكتين خاشوكة ونص أحسن بس هي زينة يعني صلصة مضبوطة. هسه شو هنسوي؟ راح خلي نحميها على النار شوية نخليها ندبها على النار خلي تحمي شوية حتى تدخن أكثر بعد. شوف ساعدك تكتنات هنا اللي يريد يكسر الملوحة يخلي شوية شكر شوية شكر. هسا خلي شوية خليها شوية شكر قد قد خشمية صغيرة مع هاي قد واحدة هنا واحدة لخ صغيرة كاف هذا حتى يكسر الملوحة. هسا شو هسا راح نشغل الطباخ حتى شوية تحمى من تحمى راح تصير أحسن ناس. بس ليش صار شكلها باودري شكلها باودري من الحرارة الأعلى الباودري دي شوية يذوب يتفاعل أكثر. هو الباودر مع الثوم يعطينا طعم كلش طيب بيها. واللي يريد يخلي شوية تشيلي تشيلي همينة طيب ماكو شعب بالتشيلي بس عندنا الفلافل سويناها بيها تشيلي اوريدي على شنو نقدر نسوي الصوص اقوى بعد. بس هذا زين هسه شوف هسه بدا شوية يحترم نفسه. نعم عندنا الفيلم اعزائي المشاهدين تقدرون قللوا ال التورمرك هذا ال شو يسمونه الكركم حتى لون يقل وتتغير يعني يصير على صفاء أكثر. ما في شيء حسب لا تلحم بها زايد لأن هي أنا مرت أخلي مي مال كتلي لأنه يسمط أهلها. الحلو بالسبايس من تنطبخ تخلي المي حرارته يعني على قد إيدك تتقبله مو خبال وبعدين تخبطه واذا تريد تبدي شوي شوي تعليه كله تعلى سوا. من تعلى كلها سوا ماكو بغابيق وماكو تكتلات عنصريه واشياء تعبانه وزين تصير شو اسمه بس تصير عظيمه يعني تترتب شوي هيك. هاي زايده هسه من تبرد تبدي تدخل شوي هسه زينه هي ما أرد أدخلها بعدين ما أرد أخففها أكثر أخلي مي هاي شكلها أوكي. إذا تريد تقدر من تبرد تضيف خيار طماطة يسوي كانوا بزر يا فهمي أنا sometimes كلش طيبة تطلع. إذا تريد تخففها زيادة طبعا تقدر تخلي جلاس شوية فد ربع كوب مي بعد تضيف بس هاي هسه هاي عظيمة يعني محترمة نفسها. زين اي من الذب المي حار كل شيء يعني يغلي والذب عليها ما تنجح تلعص شوي. هذا صار زايد هسه شوف البقبوقتين يسوي له طلب الساعة الصفحة معناتها احنا هسه جاهزين. لا تسوي هواية بقعة طفي خلاص هذا طفي وتروح على صفحة
اثنين صفر خلص. هذا العمبه خش. هسه نقدر شوي نضوق. صدقوني هاي تذكرني من كنا نعبر على السياج مال المدرسه. كنا بين مدرسه بالازعفانيه، كنا وقت الفرصه نعبر على السياج مال المدرسه ونقص الفيلد كله، هذا الشوله كلها، نعبر على المحل مال فلافل ونشتري لفات فلافل. وهذا طعم الصوص مالته والله مو شقه، يخبل يخبل ايش على قول الزنبل، ايش خيال يا ناس. يلا شكرا على المتابعه وان شاء الله يعجبكم، وراح نطفي هسه نطبق على صفحه، واللي عجبته هذا لا تسنوا، ومشكورين. ثانك يو.